بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر على أرضية ميدان دستور. شوطنا الرابع والعشرون أعلنت انطلاقته ما قبل خاتمة أشواطنا في صباح هذا اليوم. أتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات، وتقدم مباشرة مع هذه الشعارات، تتقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة، وأسياد على المركز الأول، أسعاد على المركز الأول، خليفة بن سعد بن سالم بن مخيت القمزي من يتقدم ويقدم أسعاد على المركز الأول، مناعة على المركز الثاني، سالم بن راشد بن أدير الكتبي القادم مقدما مناع المركز الثالث، هذه الظبي لحمد بن سالم المدهوشي، والمركز الرابع متعبة لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، المركز الخامس هذه ظن لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي قادم شعار الصعب في هذه اللحظات. من افتتح أشواطنا في صباح هذا اليوم في عاصمة الملايين وفي جائزة الزايدة الكبرى في الوثبة، قادم شعار الصعب في المرموم وبإنتاجه الفاخر يتقدم في هذه اللحظات مباشرة إلى المركز الخامس. ثمينة قادمة، اللويه بن محسن بن زفنة العفاري قادم مع ثمينة، وسمحة محمد بن سالمين بن مبارك العامري قادم، راعي مهاوش راعي شاهين الرموز، من يملك هذه الفحول يتقدم في هذه اللحظات، وشعار الواثق قادم كذلك. نتابع المراكز القادمة، المركز السابع، السابع هذه متعبة لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، ثامن المراكز الظبي لسالم بن عبد الله المسافري، المركز التاسع وصلنا وقدمت درة صالح بن علي بن صالح الحميري، وغزوة غزوة غزوة قادمة، ياهو من غزوة، حمود بن علي بن حمود الكلباني قادمين، أهالي مدينة العين، هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة والحاضرة على أرضية ميدان المرموم. بنقول خلاص الكيلو الأخير يا هل انتاج، انتاج من الفاخر، عودة إلى الصدارة، عودة إلى ظن، ظن على المركز الأول، عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يتقدم على المركز الأول، يقدم ظن، من سجلت نقطة على أرضية هذا الميدان يعرف ميدان المرموم دستور، يعرف دستور ظن، وظن تعرف هذا الانطلاق. بدأت تتقدم في هذه اللحظات، بدأت تنطلق إلى مرغم، إلى مرغم، وشعار الصعب، الصعب على المركز الأول، وشعاره يقدم ظن. ثمينة، ثمينة قادمة، اللويه بن محسن بن زفنة العفاري يقدم ثمينة على المركز الثاني، لكن ظن، لكن ظن، ظن 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 فيها وايد، الظن فيها كبير في هذا العالم، انتاج من الأم والأب، محمية الصعب، الصعب على المركز الأول، ما شاء الله، سكاي دايف ومحمية الصعب مباشرة مع هذه الانطلاقات إلى عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. شكرا يا داعم هذا الشعار محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، شكرا يا أبو سلطان على دعمك لهذه المحمية ولهذه الهجن من النوعيات. ها هي ظن تصل إلى خط النهاية، تسجل هذه النقطة إلى شعار الصعب وبدون يوم. المركز الثاني عرايف لأحمد بن عامر الوهيبي، المركز الثالث شعار حمدان بن حمد بن طير العامري، المركز الثالث شعار بن بيان عبد الله بن حمد بن بيان العامري مع المسك، والمركز الخامس هذه درة لصالح بن علي بن صالح الحميري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الصراع، هكذا هي ظن، وحضورها دائما على أرضية هذا الميدان، والعصا في الإبطال.
الآن والتوقيت التوقيت وشعار الصعب محمد بن سلطان بمطر بمرخان 4:33 بالوفاء والتمام تهانينا والناموس العبيد بن محمد بن سلطان بمطر بمرخان للتبي على فوز ظن بالمركز الأول وسلام يا مرغم سلام. المركز الثاني 4:35 جزء واحد من الثانية هذه عرايف لأحمد بن عامر بن علي بن سعيد ألوهي بقدم من السلطنة. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام على أرضية ميدان المرموم 4:35 ست أجزاء من الثانية شعار حمدان بن حمد بطير العامري وصل وقدم على المركز الثالث آل هبيبة. هكذا هي النتيجة تهانينا والناموس للجميع.